السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. درسنا لهذا اليوم قراءة الصف الثالث ابتدائي. أحب الرياضة، أحب الرياضة، صفحة 112. سألت معلمة رياضة الأطفال، سألت معلمة رياضة الأطفال، ما الرياضة التي تحبونها؟ ما الرياضة التي تحبونها؟ قال سمير: أحب لعبة كرة القدم لأنها تعلمني سرعة الحركة وتعلمني التعاون مع أصدقائي، فالفريق المتعاون هو الفريق الذي يفوز. فالفريق المتعاون هو الفريق الذي يفوز. قالت هيفاء: أحب لعبة القفز على الحبل لأنها تجعلني أطير في الهواء مثل الطير. قال سنان: أحب السباحة لأنها تقوي جسمي، وقد تعلمتها في مسبح المدينة. قالت جميلة: أحب لعبة القطار فهي تعلمنا حب السفر. قالت المعلمة: شكرا لكم، ألعابكم مفيدة ومسلية. الألعاب الرياضية تقوي الأجسام وتنشط العقول وتعلمنا حب التعاون وحب النظام. أريد أن تحبوا الرياضة لتعيشوا سعداء أقوياء. أريد أن تحبوا الرياضة لتعيشوا سعداء أقوياء. انهل التدريبات. التدريب الأول هنا عندنا النقاط. النقطة الأولى: لماذا يحب سمير لعبة كرة القدم؟ الجواب: لأنها تعلمه سرعة الحركة وتعلمه التعاون مع أصدقائه. ثانيا: ماذا تعلمنا الرياضة؟ تعلمنا حب التعاون وحب النظام. ثالثا: ما الرياضة التي تحبونها؟ هنا عندنا الطالب يكتب الرياضة اللي يفضلها واللي يحبها. التدريب الثاني: اكمل كل جملة في العمود الأول بالكلمة أو العبارة التي تناسبها من العمود الثاني. أولا: الفريق المتعاون هو الفريق الذي، هنا نقول الذي يفوز، الذي يفوز. المذيعة هي التي تقرأ نشرة الأخبار. الساعة هي التي تنظم الوقت. القرد هو الحيوان الذي يقلد الإنسان. هذا التدريب الثاني. هنا عندنا الخط، اكتب في دفترك بخط واضح 5 مرات، هذه نكتبها في دفتر الخط. الفريق المتعاون والمدرب والمنظم هو الذي يفوز، نكتبها في دفتر الخط 5 مرات. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.